مرحبا بكم في شيء ما يتخبى اليوم من أمام قصر العدالة. حبينا نعرف رأي المواطن التونسي في الإشكال الأخير اللي صار ما بين المحامين والقضاة. يعني الأزمة هذه خلينا نقول ما بين ظفرين، مآلاتها، نتائجها وانعكاساتها على مصالح المواطن التونسي بصفة عامة والمتقاضين بصفة خاصة وبدرجة أولى. يعني شنو تنجم تكون نتيجة أزمة قائمة ما بين محامين وقضاة اللي يمثلوا يعني العمود الفقري للقانون بالنسبة للدولة التونسية؟ تابعونا. سعد ومسعود، النتيجة ريزولتا ياكلها المواطن. تعاركت انت وصاحبك، انتم تعاركتوا، قعدت انا نستنى مصلحتي بيناتكم الزوز، قعدت انا ملوح نستنى فيكم حتى تترضاو، وشوف تترضاو ولا يا ريت. البلاد هذه داخله في حيط، ما ثم حتى واحد يحكم، شكون اللي يحكم؟ ثم كان ربي سبحانه عايشين بلطف الله، فهمني؟ والله هذا شنو نقول لك خويا، فهمني؟ هاك تشوف محامي طفله صغيره كذي، هاك تشوف في الدنيا، معناها ربي ستر، فهمني؟ هذا شنو نقول لك خويا، فهمني؟ ان شاء الله ربي يسترنا وكاو، والله ان شاء الله ربي يسترنا. انت كي تبدا عندك قضيه لهنا وتلقاهم زوز متعاركين، شكون باش يخلص فاتور؟ مواطن يخلص فاتور، شكون باش يخلص؟ مو المواطن، راني نجري خويا من بقعه لبقعه من قبيل هنا على بتقعدت له. مشيت هكايا وبعفوني الاستئناف، راني نجري ونجر ويلزمها محامي الحكايه. بتقعد ثلاثه محامي؟ ولا قال لي محامي يلزم الاستئناف يجبد لك الحكم. منين؟ أنا قاعد نجري باش نمشي نحاول معاه. نحكيو على الإشكال توا اللي قايم بين المحامين والقضاة على المشكلة الأخيرة اللي صارت، تداعياتها على المتقاضين، تداعياتها على المواطن، على سير يعني العملية القانونية ككل. والله عندها تداعيات خطيرة، من بينها فهمتي ولا تعطيل المرفق القضائي، ولا هو المرفق العام، ومن بين مبادئ المرفق العام وأنه معناتها يجب معناتها القيام بتنفيذ المرفق العام والحرص على يعني استمراريته، وبالتالي فان يعني الاضراب هذا يضر بالقطاع المرفق قطاع العداله، ويضر كذلك بمصالح المتقاضين، ويضر كذلك حتى بالمحامين باعتبار انه المحامي فهمتي ولا هو موكل، معناتها الهدف نتاعو ايصال الحقوق للمنوبين نتاعو، وبالتالي عندما يقع الاضراب فالاضراب يشل المرفق العام القضائي، وبالتالي سينخرم العدل وسيزول، باعتبار وانه يعني الوقت عنده بالنسبه لنا احنا في معناتها في الوقت عنده دور كبير ياسر، الوقت عنده دور كبير ياسر في ايصال الحقوق لاصحابها. يعني قضيه يقع نشرها في المحاكم ومع الاضرابات والقيام بعده يعني عدة معناتها نقولوا احنا تداعيات تخلي معناتها القضايا تتأخر، فهمتني ولا؟ معناتها هذا سيؤثر على القطاع بصفة عامة، وسيؤثر على عمل المحامي، وسيؤثر على المتقاضي، وإهدار المال العام، وإهدار الوقت، وهذا الكل كي ما يخدمش العدالة. واحنا كمحامين معناتها شريك شركاء في إقامة العدل حسب الدستور التونسي، فإن فهمتي ولا نشوفوا أنه كل هذه المسائل هذه ما تخدمش قطاع العدالة، ما تخدمش المرفق العام القضائي، ما تخدمش المتقاضين، وإن شاء الله فهمتي ولا نتجاوز الأمور هذه في سبيل معناتها إرساء معناتها فهمتي ولا نظام قضائي فعال، في سبيل إرساء معناتها شراكة كبيرة وفعالة ما بين المحامين والقضاة، وإن شاء الله يعني العلاقة بين القضاة والمحامين هي علاقة متميزة، وعلاقة يعني نقولوا احنا كبيرة ياسر وعميقة، تتجاوز إن شاء الله يعني المأزق هذايا والخلافات هذه. مؤثر علي أنا الأولين، أنا عندي ولدي توا 4 شهور موقف، جبت الورق الكل على أساس باش يسيبوه. نهار اللي سكرت معناتها صار المشاكل هذه كل، قعدت نمشي ونجي وانا لسان فهمتني راجل كبير ومريض، نمشي ونجي ان شاء الله اليوم هاو قالوا باش تحل، فهمتني خويا؟ اما كان عطي ربي ما يصيرش الشيء هذا. احنا تونس مستانسين معناتها احنا اخويان مع بعضنا، ماذا بينا نتفقوا على حتى على كل مشكله، لازمنا نتفقوا ونجيو مع بعضنا فرد صف
باش نحضروا هالبلاد هذيا وباش نمنعوها فهمتني للمستقبل اجيال نتاعنا الاولاد ولادنا. تعطل سير العمل نتاع ما بين المواطنين، معناها الزواول والمواطنين هم الضارين في الحكايه هذه. هذا رايي انا معناها الشخصي. بالنسبه لهم هما معناها راني سمعت لهم باش تفهموا ولا كيفاش. سمعت اللي القضاة والمحامين تفهم. اما هم بالنسبه لنا نحن ضرونا برشا. والتعطيل هذا ما مش في صالح المواطنين. ودولة ديمقراطية ما يساعدهاش هذا خلاص. تعتبر نفسك مضرورة؟ نعتبر نفسي مضرورة كما كل المواطنين كما الزواول اللي جايين يصنفوا ولادهم. خاطر الإضراب مش باهي. بالنسبة للمحاكم واحد مسجون وهو عاملين هنا إضراب ما يساعدش. ومفروض ما كانش يصير هذا. المفروض دخلت عقلاء وهدت الأمور وخاطر مش أول مصادمة بيناتهم. ولات برشا مصادمات بيناتهم، المفروض يكون شيء احسن من هكا والامور تولي كالم ازل من هكا، ربي يهديهم الاثنين، والاثنين في حاجه ليهم احنا. كل قاضي، كل محامي، هما متكاملين. ما نعرفش شكون منهم يحب ينحي يشتت من بعض يفصل بيناتهم، ما نعرفش شكون، لغايه في نفس يعقوب والله اعلم، وربي يهديهم الاثنين. المحامين والقضاة ما هم مش متفاهمين في نقطة، تأجلت لك أنت قضيتك، تأجلت لك أو كما توا عندي كف تفتيش أنا باش ناهيه، جيت الاثنين اللي فات أو عاودوا اليوم قالوا لي جيت الاثنين الجاي، معناها إشكالية هذه، معناها فما قداش يقعد كف تفتيش يا أخي هو، فهمني واحد يقعد معناها مصالحه كل واقفة، على شنو يعني كف تفتيش هذاك، فهمني معناها امشي إيجا امشي إيجا أرجع نهار اثنين أرجع نهار ثلاثة، معناها نعرفش أنا مكاتب تاع القضاء، فهمني ونقولوا ديما ربي يهدي. تقعد مشرشي ماني حتى لين هيا الله غالب يا صاحبي، استنى استنى اجري. ما عندكش فلوس تاع محامي لازمك تجري انت. فهمت؟ امشي ايجي معناها كان عندك محامي راه حكيت نتاع جمعه ولا ثلاث ايام ولا اربع ايام راه خذت قضيتك. هذيك بلادنا. مصلحه المواطن هي اللي باش تضر. الناس تبكي نهار الجمعه والخميس والاربعاء. مصلحه المواطن اللي باش تضر. ومصلحه العداله بصفه عامه. وان شاء الله ربي يقدر الخير. في نظرك انت كيفاش نتفاداو هذا؟ كيفاش نجمو نتعداو الامور هذه؟ شنو هي؟ نعرفوا كيفاش نعيشوا مع بعضنا. كيف نعيشوا معنا؟ لازمنا نتفاهموا. هذا هو. توا سي بون فما مفاهمة. ان شاء الله ما فهمك الخير، ان شاء الله. اسال الهيئة، ان شاء الله ما فهمك الخير. وين وصلت الحكاية؟ والله ما نعرف، لا علم لي. نزلت توم بعد شوي بعد ساعتين ثلاثة توضح، ما نعرفش. يلزمش يدهان القاضي، ما يلزمش يدهان. كلك سؤال كلك سوا لي كونديسيون هذا اللي نقول فهمتي با المحامين عندهم الحق تسمع فيه بعض حاجات اما بشيتين القاضي عيب هذيك كلمتي نقولها تحب نقول لك كلمه اخرى بالضبط يعني به الاشكال هذه اللي هو كويزين انترن كما نقولوا شنو هو ذنب الناس هذوما الكل شو ذنب؟ شو ذنب المتقاضين يعني باش يتم التأجيل ويتم إعادة التأجيل؟ لا تحب نقول لك التأجيل وكل شيء، القاضي فما احترام بكل صراحة، أما بعض جماعة اللي موقوفين وواحد وكل شيء يراو الظروف يجي على واحد حتى على خطية ب 30,000 يلقى روحه في الحبس يخلص الخطية نتاعو وكل شيء من بعد حتى القاضي، لما يكون ثم هيبة نتاع قاضي فما دي قاضي قاضي فما هيبه كلمتي هذاك اللي نقولها وكعو. والله كي نجيو نشوفوا القضاة ونشوفوا البرنامج القضائي اللي صاير في القضاء بصفه عامه في تونس الكل اللي انا شفنا القضاء مسيس برش ولا دخلت فيه امور سياسيه برش اذا نشوفوا احنا اذا نحبوا القضاء نزيه علاش يا اخي انت من 2011 ولا من 2012 ولا من 2013 ما تقامتش محكمه دستوريه لحد الان هذا السؤال يطرح نفسه اذا احنا دوله بلاش محكمه دستوريه ما صارتش كيفاش تحب تنزه القضاء كيفاش تنظف السلك القضائي اللي فما ثغرات كبيره في القوانين اللي يمشوا بها القضاة اللي فيها معناها مخالفه القوانين الدستوريه وذاك علاش الشعب انه فاق وباش يختار الانسان المناسب اللي هو انسان قانوني دستوري ونحبه ولا نكره انسان نظيف برشا انسان يفهم اش معناتها تطبيق القانون انسان يعرف اش معناتها انه القانون فوق الناس الكل واعلى من الاسامي متاع الناس
اللي نشوفوا فيها مورطه في برشا في فساد مالي وفي تبييض اموال وفي رؤوس الاموال الكبيره اللي قاعده الناس اللي تحكم في البلاد قاعده.